ده الفيوتشر بتاع الكنيسه. فسيدنا البابا قال لنا في مصر وقال للانبا موسى وانبا رفائيل في صفوف شباب، كنيسه من غير شباب كنيسه من غير مستقبل. فانبا موسى راح رد عليه وقال له يا سيدنا، وشباب من غير كنيسه شباب من غير ايه؟ مستقبل. فقد ايه الشباب محتاج الكنيسه وقد ايه الكنيسه محتاجه الشباب، ودي رؤيتهم، بس انهم اشتغلوا وعملوا كل حاجه، ولا يعني دوك اتفرجنا على الاخر كده زيهم. فاحنا فرحانين جدا جدا. يا ريت تفضلوا، ده المخرج طبعا العظيم بتاعهم والبنت بتاعهم. برافو يا دكتور طلعت. رؤية جميلة فعلا، وقصة ظريفة، والمعنى جميل ان احنا امكانياتنا ضعيفة جدا بالنسبة اللي ممكن نعمله ربنا بقوة الصلاة. انا هقول لسيدنا البابا ان انتوا بنيتوا كنيسة خلاص بقى. معانا مايكل موس، معانا مارك، معانا ان، معانا مريم، ومين هاني؟ ايوه معانا ان، ومايكل، ومعانا هنري ومنزل عبد الله يخدوه، ومعانا جو ومزوم. طبعا لازم نشكر جو ناصر على الصوت الهايل اللي حصل ده، احنا صوتنا كان كفايه بس هو علاه شويه. او جون يوسف برضه عمل الباور بوينت، معرفش هو عايز اقول لكم ان عندنا طبعا في مصر في مهرجان لخدمة الشباب، كان زمان بنعمله على مستوى القاهرة، من 4 سنين بقى على مستوى الجمهورية، وبعدين من 3 سنين اشتركوا معنا السودان، السنة اللي فاتت اشتركوا معنا النمسا ودبي، السنة دي بإذن الله أمريكا هتشتغل معنا. أبونا بشوي راي طبعا من اللجنة المنظمة للمهرجان في أمريكا طلع بيها قرار من سيدنا البابا، فبيقدموا حاجات زي كده. أنا متأكد لو أنتوا قدمتوا دي هتاخد مركز، تاخد كأس من أولا. أنا ما بفهمش في الأعمال المسرحية، لكن من كتر ما بتفرج على الشغل بتاع الشباب في المهرجانات وببقى قاعد جنب لجنة التحكيم بفهم هما بيحكموا إزاي. أولاً هنا المسرحية دي فيها حركة سريعة، ما تخليش اللي بيتفرج يميل. الحاجة التانية فيها فكرة وفيها فن، فيها كوميديا، وكلهم كانوا بيعبروا بطريقة تلقائية وطبيعية يعني. خصوصا الواد الدكتور البلد والصعيدي ده فظيع يعني. فباذن الله لو قدمتوا حاجات زي كده ممكن تاخدوا بيها كاس. طبعا الميزه ان المركز الاول بياخدوا الكاس من ايد البابا نفسه. المركز الثاني والثالث بيبقى بيد الانبا موسى، وبعدين بقيه الهدايا بنبعتها بالبريد للكنائس توزعها على شعبها. فأتعشم تاخده بإذن الله المركز الأول. أبونا بس اتفضل عشان ناخد صورة حاجتين بس هختم بيهم.
مايكل لبيب خدم معنا سنتين، كان زي ملاك جه في وسطينا لمدة سنتين وخدم وتعب مع الشباب وجمع الشباب. احنا بنشكره على تعبه، وربنا بعت دلوقتي سان دييجو مؤقتا، احنا بعتينه كده بس جاست يعني تمبري في سان دييجو لغاية ما يخلص المهمة بتاعته ويجي بالسلامة، وبنعمة ربنا يفضل يخدم معانا هو وخطيبته جيسيكا. مايكل كان عامل زي ما سيدنا قال لنا امبارح عن المحبة اللي بتعمل زي شروق الشمس، بالراحة 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 ويخش لقلوب الناس كلها، فاحنا فرحانين جدا بمايكل وبنعتز بيه وبنفتخر بيه كخادم امين خدم في وسطينا فترة طويلة وهيفضل يخدم على طول معانا. حاجة أخيرة، احنا بعد الصورة دي هنطلع كلنا جري على الأكل علشان احتفالين. أول احتفال بنيافة الأنبا رافائيل طبعا، وهو دايما أنبا رافائيل بيحتفل بعيد ميلاده معانا هنا، فاحنا نشكر ربنا يعني عيد ميلاده 51. أنا أشعر لو بصيت كده بأي رؤية كده على قلب سيدنا هنلاقي سان فرانسيسكو هو جوه قلب سيدنا، فبيحبكم كلكم من ضمن كل اللي بيحبهم سيدنا يعني، فده مكانه ده ودي كنيسته ومنطقه. لسارة سامي برضو مع سيدنا، فهنحتفل بكل عيد ميلادهم كمان مع سارة، فبنحتفل بالكل، ربنا يبارك حياتكم وكل سنة طيبين، عشان احنا اخرناكم على اكل كده الحد العظيم زي الجمعة العظيمة، فاحنا عايزين تلحقوا تاكلوا اغاني وتستعدوا وتسلموا زينا من فضلك. سيدنا يصرفنا بسرعة. لو انت بتطلع تقعد قدام مش باين.